ورجعنا لكم تاني ومعانا فقرات متعددة وجميلة. هننتقل من الجريمة، من السرقة، من النهب، إلى حاجة حلوة قوي. لكل أم خلصتي شغلك، طلعتي معاش، أو قلتي أرتاح شوية، ما تقعديش في البيت، اعملي أي حاجة ناجحة للمجتمع ولنفسك. طيب أنا شاب وعندي وقت فراغ، حتى لو في ثانوية عامة، أنا عندي موهبة أنميها واشتغل عليها، أخلص تعليمي أوصل لها، ومن هنا هنبعد عن الجريمة. طب وإيه كمان؟ لا ده أنا ممكن كمان أكون شيف ناجح وأعمل طبقات. طب إيه معانا النهاردة؟ معانا الشيف حسن. إزيك يا شيف؟ عامل إيه؟ الحمد لله. هتعمل لنا إيه النهاردة؟ النهاردة هنعمل بيكاتا بالمشروم وبيكاتا بالشامبينيون وكباب حلة. أنا اللي أعرفه إن المشروم هو الشامبينيون، بتحيرني ليه؟ لا بيكاتا بالشامبينيون حاجة وبيكاتا بالمشروم حاجة تانية. الفرق بين الاثنين ان البيكاتا بالشامبينيون بيتحط عليها فلفل اسمر مجروش، تمام، والثانيه بتبقى عليها فلفل اسمر مطحون مجروش. لا الاولانيه مجروش والثانيه مطحون. لا الثانيه، لا الثانيه ما بيتحطش عليها فلفل، عادي على حسب الرغبه. تمام بس كده، بس هو ده الفرق، اجروش او مجروش. زي مثلا ما في 64 نوع اسكالوب بانيه كلهم بطريقه واحده، بس الجرنش بتاعهم البيك اب بتاعهم الجرناشيه بيختلف، كل جرنشين للطبق بيبقى اسم تاني. والله انت البيك اب بتاعك سكر خالص. هنسيبك تشوف البيكاتا ونرجع لك تاني. اتفضلي. ومعانا استاذه سرايا ابراهيم، اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي، سيده الاعمال المشهوره. ربنا يخليكي. اللي هي كانت استاذه في التربيه والتعليم، ولما خدت اجازه قالت لا انا ما اقعدش في البيت، لازم اعمل حاجه نافعه للمجتمع بتاعي. منوراني يا فندم. منوره يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وابننا الموهوب اللي في ثانويه عامه اللي ما ينفعش يقعد في البيت للمذاكره بس، هو بيذاكر وبيشوف اللي ورايه وكمان عنده موهبه جميله. اهلا يا عبد الرحمن. معانا عبد الرحمن حسن، اجدع طالب في ثانويه عامه. منورنا. وطبعا مش هننسى سياده المستشار معانا ومشرفنا ولسه بقيه الحلقه معانا. اعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف استاذه سرية ابراهيم هتقدم لنا ايه وبتخدم السيدات في المجتمع بتاعها ازاي. اتفضلي يا فندم. احنا يا حبيبه قلبي بالنسبه للستات طبعا لما بتطلع من الشغل او عندها وقت فراغ، تمام، وخلاص اللي خلاص اللي عندها، بنعمل من طاقه ايجابيه، من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه، فبنفرغ نفسنا في اي حاجه في البيت. احنا نعمل حاجه اسمها زينه في بيتنا، تمام، يعني احنا بحيث انتيك صغنن كده في بيتنا بنعمله. الحاجات دي كلها بنعملها من حاجات في البيت موجوده عندنا، تمام، وريها للكاميرا. ايوه حاجات كلها موجوده عندنا في البيت. تسلم ايدك جميله. بعجاين مختلفه، في مثلا ممكن نستعمل عجينه قماش، في نستعجن عجينه الورق، في مثلا الديكوباش، يعني الثلاث حاجات دولت ممكن نتعامل بيهم، بتطلع انتيكه جميله كده باي حاجه. تسلم إيدك. عندك في البيت يعني عايزه تقولي لي ما ترميش حاجه من اللي في البيت؟ لا لا ما فيش حاجه تترمي. لا 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 ما فيش حاجه ترمي. نعمل ممكن حاجات بقشر البيض، حاجات بالورق، فالحاجات دي بتبقى جميله جدا وشكلها زي ما انت شايفاها كده جميله. تسلم ايدك، ربنا يخليك. الفكره جات لك منين؟ جات لي الفكره استهوتني، كنت في قاعده في مره كده شفت كذا فيديو، انا اصلا عندي يعني عندي الرغبه موجوده، عندي الرغبه اساسا، فحبيت انميها بقى، فبقيت اتفرج على كذا فيديو، واتفرجت على استاذه ناهد، استاذه منى سامي. بصراحه يعني انا بكلمها وحد محترم جدا. استهوتك الفكره وبداتي تعمليها بنفسك؟ بدات اشتغلها بنفسي وبدات اعملها، والحمد لله رب العالمين. قبل عملت الهوى اتبرعتي لي بالفكره وبالمجهود، وانك تبذلي مجهود مع السيدات المجتمع. أيوة. اللي في المنطقه بتاعتك ويتواصلوا معاكي وتعلميهم. ايوه. هتعملي ايه؟ احنا عندنا منظمه لحقوق الانسان، باذنك يا رب ان شاء الله هنعمل مشروع كبير مع المستشار احمد. هرجع لك تاني، ناخد فاصل صغير ونرجع، فاصل صغير ونرجع لكم تاني، اوعى تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني مع استاذه سرية، وازاي هتخدم كل سيدات المجتمع بانها متبرعه بوقتها ومجهودها انها تعلمهم. هتعمل ايه؟ انا شايفه مع حضرتك برواز كده، ممكن توريه لنا وتقول لنا عملتيه ازاي؟ على مهلك. ده اهو، ده ديكوباش. دي بس صورته للكاميرا. دي صوره ديكوباش انا حبيت احطها لان ديت عباره عن الحاجه القديمه. ايه بقى الحاجات القديمه اللي استخدمتيها؟ لا هي الصوره حاجه قديمه، من مش عارفه ملايات اللف بتاع زمان وكده. تقصدي من التراث الشعبي بتاعنا؟ من التراث الشعبي القديم بتاعنا. حطيتها وعملتها بورق، وحطيت لها بقى الحاجات اللي هي البارزه دي بحيث ان هو ريليف وحاجات زي كده عليها، وخدت بقى ماده حمايه وعملتها بالطريقه دي.
يعني حضرتك جايه النهارده بتقولي لي بدل ما نسيب شبابنا على مواقع التواصل الاجتماعي أيوة. والمحررات الالكترونيه أكيد. والفشل أهو. يعملوا مواهب يعملوا كتير منتجات جدا والله فرص كتير جدا جدا هتضيع وقت الفراغ وهتجيب لهم كسب مادي صح كده بتعرض في معارض عندنا تمام وفي معارض بتعرض الحاجات دي هتساعدي اي حد يتصل على حضرتك صدقيني والله هساعد تليفون حضرتك على الشاشه وكل الناس هتتصل عليكي باذن الله وربنا معاكم ونرجع نشوفكم مره ثانيه ومعاكي مجموعه كبيره من السيدات ان شاء الله باذن في نجاح الله. وتطور ان شاء الله باذن الله باذن الله ومن استاذه ثريا نشوف موهوب نشوف انسان كده سرقناه برده من وسط الطلبه وعرفنا ان صوته حلو نشوف كده رايكم فيه ايه ازيك يا عبد الرحمن ازيك اخبارك ايه تمام الحمد لله الحمد لله دايما معلش انا معطلاك النهارده عن المذاكره بس عشان موهبتك الجميله عجبتنا جدا هتسمعني ايه النهارده او هتقلد لي مين النهارده يعني هسمعك لرضا البحراوي بغني رضا البحراوي طب اتفضل معاك ابتديتها ابني يا صافية وقلب طيب طمعوا فيا عملت خير في ناس كتير للأسف قلبوا عليا قلبوا عليا كان كل حلمي أعيش طمعا في لومي تعيش مع ناس ما رحمتنيش ظلموني ولعبوا بيا عمري ما فكرت أخون كل هم اخلص واصون عندي قوه الف راجل بس الطيب ما افتريش ضحكوا على قلبي النضيف عملوا مني انسان مخيف ضيعوا حلمي البريء قتلوا تبت عشان اعيش برافو وبكتني وانت كمان بكيت الله ينور عليك صوتك جميل الله يخليك طب ليه الدموع يا مها يا عبد الرحمن طب يعني انا بكيت ماشي انت بتبكي ليه كده اجت كده عشان انت احساسك عالي قوي طب سمعني حاجه حلوه بلاش غير لي مودي بقى غير لي مودي اللي انت مش تيجي في المود عشان دي سمعك عايم في بحر الغاب شط الندلة مليان بلوب ماليه الشر والبر ماله امان يجي الخسيس منه اما الاصيل غرقان ولاوي في قوته بس على الغلبان شيطان ضحك على الكل والذل كان عنوان نشر الفجر والذل ما بين بني الانسان ولما قبضوا التمن الكل بقى وخان واللي عامل حبيبي على حياته بان ايوه الله ينور طبعا كل المجتمع بيرفض الاغاني بتاعت الشباب وبيقول انها وحشه ولكن لو سمعت لهم انتوا هتحبوا ادائهم وقدامنا عبد الرحمن سؤالي عبد الرحمن الاغاني بتعطلك على المذاكره؟ مش بتعطل انا لما ببقى بذاكر غير لما ببقى قاعد فاضي مقسم وقتك يعني بالظبط ومقسم دماغك طب يعني ايه الفرق لما بابا سمح لك تغني براحتك وموهبتك تنميها وايه الفرق ما بين السنه اللي فاتت لما كان بيقول لك لا خدت الثقه اكتسبت ثقه كبيره اكتر بقيت تذاكر اكتر وتسمع كلامه عشان اقدر احقق اللي انا عايزه لما ادالك حاجه انت سلمت كل حاجه هو ده اللي انا عايز اقوله لما ولي الامر بيقول لابنه اعمل ابني نفسك نمي موهبتك بيديله مذاكره وبيديله نعم وبيديله حاضر وبيديله الايجابيه ومش هننسى نقول ان بابا عبد الرحمن مهندس مش كده مهندس ايه يا عبد الرحمن مهندس كمبيوتر يعني جوه الالكترونيات وجوه التطور منورني عبد الرحمن وصوتك جميل ودايما متفوق سياده المستشار وجودك هنا يعلق على الاستاذه ويعلق على عبد الرحمن هل ده ممكن نبعد عن الجريمه بالحاجات البسيطه دي طبعا يعني دي حاجه دي اتجاهات ودي حاجة كويسة جدا جدا يعني سواء المدام بتعمل الحاجات المشغولات اليدوية دي فيها داخل فيها أكتر من حاجة دي فيها داخل سياسة وداخل فيها نواحي اجتماعية السياسة واقتصادية كمان اقتصادية طبعا يعني في سياسات دلوقتي بتتجه لإعادة التدوير وإعادة تطوير
الحاجات القديمه ان احنا نطورها ونرجعها تاني تبقى حاجات مفيده. تمام. وداخل فيها ناحيه اقتصاديه، ان انا ليه بعد مثلا ما اطلع معاش او اخد اجازه طويله من شغلي ليه ان انا اقعد في البيت محبط و زي ما قالت هي حولت الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. بالظبط كده، بالظبط كده. وبالتالي ممكن حد كمان من الشباب اللي حواليها ياخد نفس المنهج. احنا طول ما الشباب مشغول طول ما هو في امان. تمام. يعني انا برضو هرجع للحته اللي احنا حضرتك اتكلمنا فيها قبل الفاصل، ان طول ما الشباب مشغول طول ما منتج، طول ما كان احسن، طول ما كانت روحه كويسه. فانا بقول لكل اب ولكل ام، لما تلاقي ابنك واخد اتجاه في انه بيهتم بحاجه، برياضه معينه، بدراسه معينه، باي حاجه تاخده من اصدقاء السوق، مهما كانت صغيره ما نقللش منها، مهما كانت صغيره ساعده انها تكبر، وساعده ان انت تنمي كل الموهبه اللي جواه دي، اذا كان بيغني، اذا كان بيمثل، اذا كان بيعمل تماثيل، اذا كان يعني. والكلام ده على فكره مش انا مش بقوله لمجرد مش سرسره كلمات، لا لا لا, 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 لا على الواقع، على ارض الواقع. انا منهج عندي، منهج في حياتي الشخصيه، عندي منهج في شغلي. ما احنا عندنا امثله هي كل يوم، ان انا لما بلاقي حد مثلا من الشباب اللي طالع جديد عنده حاجه محتاجه تنميه، محتاجه في موهبه، حتى على مستوى شغلنا لما بلاقي مش كل اللي بيتخرج من حقوق بينفع يبقى محامي ناجح، لما بنلاقي محامي عنده بذره نجاح بننميها ونكبرها ونشجعه عشان يكبر. نفس الكلام بالنسبه للشباب، نفس الكلام بالنسبه لعبد الرحمن، ان هو عنده موهبه ينميها، بس اهم حاجه ما تبقاش على حساب مستقبله، اهم حاجه ما تبقاش. وبعد كده ما تخلص ان شاء الله الثانويه العامه تقدر، عايز تثقل ده بالدراسه، عايز تثقل الموهبه اللي عندك دي بانك تخش معهد موسيقى عربيه، موسيقى عربيه، معهد دراسات فنيه او سينما، اي مكان. المهم ان انت تنمي الموهبه دي بالدراسه. فهو المساله هي دايره بتلف في كل الاتجاهات. الجرائم اللي بتحصل سواء على الانترنت او بره الانترنت سببها الفراغ. طول ما الشاب بيتشغل، طول ما الشاب بيشتغل. وبوصي في الحته دي، بوصي الشباب انك ما تستناش وتقول انا لا ده انا هشتغل ب 1500 جنيه ولا ب 2000 جنيه، طب ما انا باخدهم من والدي مصروف. لا انا مش عايز كده. انا عايز في مثل، اغلبهم بيقولوا كده فعلا، لا في مثل صيني بيقول اركب القطار ثم تحرك داخله. اركب قطر الشغل ولو ب 1000 جنيه في الشهر، ولو ب 2000 جنيه في الشهر، امشي جواه، تبتدي تزيد، تبتدي وانت جوه الشغل ده تشوف شغل تاني، تبتدي تدور على شركه تانية، على مؤسسه تانية. هو ده البدايه، انت ابتدي اركب القطر وبعدين اتحرك جوه العربيات بتاعته. تمام. علشان تطلع من مكان لمكان لغايه ما توصل اللي نفسك فيه. ايد بايد، كف على كف، تكبر مصر وتكبر ام الدنيا ونكبر كلنا. الام المصريه اللي ربت ولادها وكبرتهم واصبحت فاضيه وعندها وقت فراغ قلبته المشروع، مشروع ناجح لشخصها نفسيا واجتماعيا وماديا واقتصاديا وسياسيا، ليها ولاسرتها ولكل اللي حواليها. الطالب المثالي الجميل الناجح المتفوق اللي الام والاب عاونوه وقالوا له اعمل الموهبه اللي انت عايزها، اشتغل عليها كويس، بس ذاكر وادينا مجموع كويس، بقى قدامنا انسان محترم وحافظ مواعيده وبيذاكر كويس وبيسمع الكلام. كلنا مع بعض ممكن ننجز، والشيف ممكن يقول لنا رايه كمان. ايه رايك يا شيف؟ ايه رايك نشتغل ولا نقعد في البيت ونقول الفلوس مش موجوده؟ لا، حتى لو الفلوس موجوده العمل عباده، لازم نشتغل عشان خاطر يعني نبقى قد المسؤوليه فيما بعد. يعني احنا ما نبصش ان احنا دلوقتي معانا فلوس، تمام، ما نعرفش ايه اللي قدام، لازم ان احنا نبقى واخدين ان احنا نشتغل من صغرنا علشان نبقى قد اي مسؤوليه هتقابلنا. اخشى وشنوا فالنعمه لا تدوم. تمام. الله ينور عليك. نرجع لسياده المستشار، وبعتذر قبل ما اسال السؤال ده، بعتذر تماما. يعني في الاونه الاخيره او في السنه الاخيره اصبحت كليه حقوق للمجموع الصغير، للي مش لاقي حاجه يروحها، وبتبقى كل الطلبه داخلين فيها مضطرين وغصب. نادرا ما نلاقي ابن الدكتور، ابنه مستشاره، او حبه المجال. تقول لي ولادنا ايه؟ شوف حضرتك، المساله دي مرتبطه بموروث ثقافي لا اكتر ولا اقل. يعني احنا عملنا كارثه في التعليم اسمها كليه القمه وكليه القاع. فبدات الناس تجري وتصرف فلوس وتدي دروس خصوصيه عشان الولد يخش طب ويخش هندسه ويخش كذا، مع انه ممكن تكون مواهب الطب، مواهب الطالب ده مش في الاتجاه ده خالص. تمام. علشان كده انا بقول حاجه، وده يعني انا مش متحيز لمهنتي ولا حاجه، لكن حضرتك وحقك تتحيز لمهنتك، لكن حضرتك لو بصيت للمجتمع بشكل عام المجتمع بيقوم على ايه؟ بيقوم على خريج الحقوق وخريج التجاره، على كل البشر. يعني احنا بنقول اذا كان المجتمع بيقوم من الناحيه الاقتصاديه، مين اللي بيدير الناحيه الاقتصاديه؟ خريجين التجاره. طيب. اذا كان بيقوم على القانون وتطبيق القانون والعداله، مين اللي بيطبق الكلام ده؟ خريج الحقوق. خريج الحقوق هو القاضي وهو المستشار وهو المحامي.
الفكره كلها في ايه؟ ان انا خلقت فوارق طبقيه وخلقت فوارق علميه وقلت لا ده لازم يدخل طب. لا ده ابني لازم يدخل هندسه، ليه؟ ما هو المجتمع كله بيكمل بعضه. ما هو انا النهارده لما الطبيب اللي هو خريج طب لما بيقع في مشكله، لما بيحصل له مشكله في اوضه العمليات مين بيلحقه؟ المحامي. لما بيروح الضرايب مين اللي بيلحقه؟ المحاسب والمحامي. فهي المساله دايره، المحاسب القانوني محامي بالظبط. هي المساله كلها دايره بتدور في فلك واحد، كلنا محتاجين بعض، بتكمل بعضها. افتخر أنا بمهنتك. انا لو مش الشيف موجود انا مش هعرف اكل، لو حضرتك مش موجوده مش هعرف اتفرج على التلفزيون، لو عبد الرحمن موجود مش موجود مش هيبقى في مواهب فنيه بتطلع، لو المدام مش موجوده مش هيبقى في تدوير لحياتنا وتنشيط لحياتنا من وقت للتاني، ويبقى في بدايه ونهايه. هي دايره مقفوله كلنا بندور جواها. التمييز بين خريج الحقوق وبين خريج التجاره وبين خريج يعني، طب ما في ناس ده ممكن الدكتور ده، ممكن الوزير، ممكن رئيس الجمهوريه تنقذ حياته ممرضه متخرجه من معهد تمريض. تمام. ليه النظره بتبقى مختلفه؟ نظره الدونيه للشخص ما ينفعش. لازم نظرتنا تتغير عن كده، ولازم يبقى في طريقه تانية. انا ما اعرفش ايه هي، لكن لازم يبقى في طريقه تانية للكليات غير مكتب التنسيق. ما يبقاش مكتب التنسيق بس هو المعيار، لان مكتب التنسيق ممكن حضرتك تكوني ممتازه على مدار عمرك كله ويحصل لك دروب في سنه تلاقي نفسك جايبه مجموع صغير، وده اللي الوزير بيتكلم فيه بقاله سنتين. تمام. في التعديلات لازم المسائل دي تتغير، والمنظومه تتغير والنظره تتغير. خريج الحقوق ما بيخشش هو مش فاشل، هو حصل حاجه معينه في السنه اللي هو في سنه الثانويه العامه، ما حصلش حاجه وهو كان شخص مش ما عندوش درايه كامله بالدراسه، ما عندوش وعي بانه لازم يجتهد عشان ينجح عشان. لكن التمييز اللي ما بين او النظره، يا فندم القاضي خريج حقوق بيقف قدامه من اصغر واحد في مصر لغايه رئيس الجمهوريه، بيقف قدام القاضي اللي هو في الاصل خريج حقوق. الاقتصاد رئيس البنك الدولي ولا مدير البنك الدولي، ما هو خريج تجاره. ليه النظره دي؟ ليه ما يبقاش فيه الدكتور والمحامي؟ طب ما انا خريج حقوق ومعايا دكتوراه. في دكاتره بينبشروا المهنه ما معهمش دكتوراه. فالقصه مش هي دي، مش المقياس انا في كليتي، لا انا المقياس الاساسي انا عطائي ايه للمجتمع؟ تمام. انا هدي ايه للمجتمع؟ انا هبقى مواطن صالح ولا مواطن غير صالح؟ تمام. هنشوف المواطنة الصالحة ونشوف بعض الصور ليكي والأعمالك الفنية، وتوصف لنا كل واحدة على الشاشة صورة صورة. أكيد. أول ما مخرجنا الجميل كده يطلع لنا الصور تركزي معنا وتقولي لنا عملتي دي إمتى؟ أه اتفضلي. أه دي عملتها كانت ده سبب من الخوص ذات نفسه. تمام. الحديد اللي هو المفرغ ده، فعجبني شكله ذات نفسه، كان بيتباع كده فاضي. فأنا خدت القماش عجبني برضو، وعملت الطقم ده بالدجوباش قماش، يعني الازاز دي عاملاه بدجوباش قماش مع الطبق ذات نفسه عشان يبقوا طقم على بعض. جميل. في فازه برده جميله جدا اهي. اه دي بقى كنت عاملاها برده من اعاده التدوير. بالنسبه لدي عارفه الكرتون المقوى، عملتها ورسمتها يعني دي مش فازه، دي فازه عاملاها فازه تحفه. لا اصلها كرتون، اصلها كرتون مقوى من اعاده التدوير برده. في برضو صورة تانية. ده انت عارفة بقى الحاجات اللي احنا بنستعملها في البيت زي الجرجن ولا الحاجات دي. انا ده برضو انا عملت. انت اخفتي معلمها، انا معرفتوش. انا معرفتش الجرجن. كان بتاعي الشامبو ولا اللي احنا بنجيبه ده. فانا بصراحة استهواني عملته بعجينة الورق على عجينة القماش. دول ايه هم بقى؟ هم سيفين؟ قلبي دول بقى. ايه هم سيفين؟ ده سر وراك يا دول بقى حبايب قلبي. صراحه كنت معجبه جدا لاني كنت رحت في مكان وشفت هم بالمنظر ده. ففعلا حاولت اعمله، بس عملت بقى فيه قشر بيض، وعملت فيه السطح بتاعه وكلام من ده، بس يعني الحمد لله طلع بالصوره دي باذن الله. يعني تسلم ايدك، بس برضه ما قلتلناش سر قشر البيض عملتيه ازاي. اخليه سر المهنه لما اولادنا يجوا يتعلموا مع حضرتك. ماشي. نرجع للشيف ونشوف شيفنا الجميل عملت لنا ايه. عملتي بكتب الشامبينيون وبكتب المشروم والكباب الحل. قول لنا مكونات بقى كل طبق. مكونات بكتب الشامبينيون، احنا بنجيب الديميجلاس، سوز الديميجلاس ده عند اي عطار، وبنحط شويه ميه في قلب طاسه او اي اناء احنا هنعمل فيه، وبنقلب واحده واحده عشان ما يعجنش معانا، زي اكنك بتعملي البشاميل. تمام. لحد ما يديك السمك اللي انت عايزاه، عايزه تفتحيه
بتحط معلقه دقيق سنه بسيطه بحيث ان انت ايه يعني يديك البياض ما يبقاش غامق قوي كده. تمام. بعد كده بتكون احنا جايبين اللحمه يعني عاملينها في اي طاسه لوحدها في حته زبده بنشوحها كدهوت لان حته اللحمه البيكاتا ما بتاخدش سوى يعني خمس دقائق. وبنشيل من الطاسه بنحط فين؟ في الدمجلاس يشرب الدمجلاس بتاعه ونقدم. وطبعا الفلفل المجروش من فوق منه ده اساسي ده المميز لي. اه ويتقدم مع رز ابيض. وبيتقدم مع رز ابيض. تمام. ده بالنسبه للبيكاتا بالشامبريون. بيكاتا بالمشروم بيبقى نفس الكلام بس بيبقى متضاف عليها بشر مشروم. تمام. بس والكباب الحله طبعا كل ست بيت عارفاه. انا مش عارفاه قول لي اعمله ازاي. انا خايبه قوي. هنجيب البصلايه هنقطعها وناخدها في حته زبده او سمنه او زيت ايا كان ولحد بس ما تصفر معانا ونروح نازلين باللحمه عليها. طبعا التوابل بقى بتاعتنا الجميله الحبهان والورق اللورا والفلفل الاسمر وهنعملها ني في ني لحد ما تتسبك كلها وتبقى زي الفل. تسلم ايدك يا شيخ. ربنا يخليك. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. واخيرا وليس اخيرا 50 دقيقه حياه، 50 دقيقه مع شيف ومطبخ مع استاذه فاضله وربه اسره وصانعه انجازات وتدوير للمصنوعات اليدويه الموجوده في البيت مع ابننا الجميل اللي بيبقى في بيتنا وفي بيت المصري كله طالب وموهوب ولازم نحترمه مع سياده المستشار وعرفنا قانونيه الايه؟ المحررات الالكترونيه وحمايه قانونيه ليها عشان نحمي نفسنا من مشاكل كتير لازم ناخد بالنا من ولادنا ومن نفسنا. وسعدت بكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله.